شو بيكون مراد عم ياكل ويشرب هلا؟ لحاله يا حرام. برأيي ضل هنيك مشان يرتاح، يعني بلكي بيهدى باله شوي. أنا بعرفه لأخي، والواحد بهيك ظروف بحب يضل لحاله، بلكي بده يبكي مثلا أو يصرخ، هيك شغلات ما رح يقدر يعملها قدامنا. برجع بقول لحالي صعبة ينترك. إيه؟ لو رديت علي طاهر كنا جبنا لهون، شو رح يصير يعني؟ يعمل اللي بده يا بيناتنا. أخي معلش خلوني روح لعند مراد. شو رأيك طاهر؟ مالي عارفان أخي، نتركه لحاله أو يروح لعنده، والله ما بعرف. مراد كليلي، لك وينكن يا كليلي؟ خلوكن هون لا تطلعوا. أمي بترجاكي خليكي قاعدة. خليكي. يا كليلي، يا مراد كليلي، طلع لعندي لك مراد. يا كليلي، شو ما حدا طلع؟ مراد وينه؟ نادوله خلوه يطلع لبرا. مراد ماله هون عمي جميل. ليش؟ هو مو هديك المرة وقف قدام سلاحي، وينه هلأ؟ ونظر وينه طيب؟ حدا يقلي بنتي وينه؟ كمان هي وقفت قدام سلاحي مشان ما أوص عليه. اهدى جميل، انت شربان كتير ومالك بوعيك. نعرف احترق قلبك عليها، ونحن محروق قلبنا على اللي صار بأخونا. رجع على بيتك ولا تبهدل حالك، يلا تيسر. اليوم دورت عليها، رحت حتى على الكراج، مثل المجنون كنت عم ادور. ناديت لها نظر، نظر راحت، قلت بجوز لاقيها، بس اختفت ما لقيتها، العصفورة طارت لبعيد. آسية فوتوا لجوا، لا تضلوا واقفين هون، نفس سكري الباب. شو حكيت أنا؟ يلا انتبه عمي جميل. بعد إيدك، بقوصك طاهر، أنا قوصتك من قبل، يلا وبرجع بقوصك. إيه وينه اللي بنتي؟ وينه؟ قلت لك بعد إيدك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.